بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى مساله اذا ورد مطلق مقيد فان اختلف حكمهما مثل اكس واطعم لم يحمد احدهما على الاخر بوجه اتفاقا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المساله التي شرع فيها المصنف رحمه الله تعالى تعتبر من أهم المسائل في مبحث الإطلاق والتقييد وهي متعلقة بحمل المطلق على المقيد وهذه المسألة تطبيقاتها وتفريعاتها عددها كثير جدا تتجاوز المئين وهي من المسائل الدقيقة حتى ذكر أبو البركات رحمه الله تعالى في المسودة أن كثيرا من الفقهاء والأصوليين حدث عندهم بعض الخلط في هذه المسألة وقد كان للإمام أحمد كسائر علماء الحديث رحمهم الله تعالى مسلك خاص بهم في حمل المطلق على المقيد وهذا المسلك لما لم يعلم به بعض العلماء وغفلوا عنه استغربوه فعلى سبيل المثال فإن أبا سليمان حمد الخطابي في شرحه على سنن أبي داود ذكر مسألة أو ذكر عند ذكر حديث فيه قيد مقيد ذكر أن أهل العلم أغلبهم على العمل بهذا التقييد إلا أحمد ثم قال: والعجب منه فان احمد لم تبلغه سنه قط الا عمل بها ومع ذلك لم ياخذ بهذا التقييد ولم يحمل المطلق عليه بل عمل باطلاق الحديث. وكذلك قال ابو بكر بن العربي في عارضه الاحوذي في مساله لما اورد كلام احمد بالعمل بالاطلاق قال: ولا اظن هذا يثبت عن احمد لان احمد يعمل بتقييد المطلق والحقيقه ان كلامهما ليس صوابا. فقد ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي ان العجب كل العجب من الخطابي اي ومن معه اذا كان الخطابي عجب من احمد فان العجب كل العجب من الخطابي في توهيمه للامام احمد ثم ذكر الزركشي ان احمد قد اطلع على السنه وانما نظر نظرا لا ينظره الا الفقهاء المتبصرون قال ابو الخط... قال الزركشي وهو يدل على غايته في الفقه والنظر هذا نص كلام الزركشي، وبناء على ذلك فانني قبل ان اذكر ما اورده المصنف، أود أن أبين بعض الشروط التي نص عليها أحمد أو بينها كبار أصحابه، في متى يُحمل المطلق على المقيد من النصوص الواردة كالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه الشروط أنه لا بد أن يكون المطلق والمقيد. قد وردا في حديثين مختلفين واما ان وردا في حديث واحد بمعنى ان مخرج ذلك الحديث واحد وانه روي من طريق صحابي واحد او لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله الا في موضع واحد فانه لا يحمل فيه المطلق على المقيد وانما ينظر له نظر اهل الحديث اذ تعامل معامله زياده الثقه وليست كل زيادة للثقة تكون مقبولة بل ان لعلماء الحديث فيها نظرا وبصرا فقد تكون زيادة من ثقة مقبولة وقد تكون زيادة من ثقة لكنها ليست بمقبولة وهي التي كان احمد يسميها بالمنكرة والمتاخرون يسمونها بالشاذة اذا هذا القيد الاول القيد الثاني ما ذكره بعض اصحاب احمد انه لا بد أن يكون الخبر المقيد لا يمكن تأويله على صورة معينة وأما إن أمكن تأويله وتوجيهه فإنه في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد وذكر هذا الشرط القاضي أبو يعلى وغيره وله أمثلة كثيرة جدا بأن يقال إن هذا القيد قد خرج مخرج إجابة سؤال ومثل ذلك من الامور التي يريدها العلماء في محلها. الشرط الثالث ما ذكره القاضي ايضا انه لا بد ان يكون انه لا بد الا يكون في النص المقيد ايه كان او حديثا ما يمنع تقييده اذ قد تاتي بعض النصوص وفيها ما يدل على ان القيد الذي ورد في النص الاخر ليس بقيد الله ومثال ذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الرطب بالتمر وهذا حديث مطلق فيشمل البيع بالاجل وهو النس ويشمل البيع مع التفاضل والمعنى التفاضل مطلق لانه لا يمكن فيهما التماثل وفي لفظ اخر جاء هذا الحديث مقيدا انه عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الرطب بالتمر نساء فنقول لا يحمل الحديث على المقيد لان الحديث المطلق جاء فيه زياده تدل على عدم اختصاصه بذلك المقيد فقد جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن بيع الرطب بالتمر بانه ينقص اذا يبس والتقييد بانه خاص بالنساء يعارض هذه العله فيكون في الحديث المطلق ما يمنع تقييده بالحديث المقيد وهذا من دقيق الفقه للنظر في الادله من الشروط التي اورد من القيود التي اوردها اهل العلم وهذه نص عليها جماعه من اصحاب احمد كالزركشي وقبله ابن القيم وايضا نص عليها القاضي انه لا بد ان يكون <applause> حمل المطلق على المقيد لا يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة وضربوا لذلك أمثلة أولها الحديثان اللذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قص خف المحرم وقطعه والثاني الذي فيه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد النعل ان يلبس الخف واطلق فيقولون ان الحديث المطلق كان في عرفه عفوا ان الحديث المطلق كان في كان في عرفه نعم والحديث المقيد كان في المدينه فالمطلق متاخر عن عن المقيد والمطلق قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدد قليل والمقيد في المدينة قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدد قليل بينما المطلق قاله للذين حجوا معه وقد قيل إنهم قد نافوا عن مئة ألف ولو كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم حمل المطلق على المقيد لكان فيه تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وحاجته في عرفة ومن أمثلتهم كذلك ما رجح به أصحاب الرواية الثانية وهي الراجحة دليلاً الذين قالوا إن النجاسة تطهر من غير عدد في غير الكلب وما ألحق به فلا يلزم فيها سبع غسلات يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة رضي الله عنها حتيه وقرصيه ولا يضرك أثره فهذا مطلق فلم يذكر فيه عدد غسلات ولو كان يشترط فيه عدد الغسلات كما قال الفقهاء من حمل المطلق على المقيد فلا بد من سبع فإن في تأخير البيان عن وقت الحاجة منع وهذا منه وذكروا أيضا أمثلة مثل لها ابن القيم والزركشي على ذلك من الشروط كذلك التي أوردوها وهو أنه لا بد أن يكون الحديث المقيد لم يرد معه قيد آخر يناقضه وهذه تكلم عنها ابن القيم وتكلم عنها أبو البركات في المسودة وتكلم عنها القاضي في العدة ومثلوا لذلك بمثال واضح ومثال فيه إشكال لكن أذكر الواضح فمثال الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر غسل نجاسة الكلب سبعا إحداهن بالتراب جاء في بعض الألفاظ تقييد هذه الغسلة أنها الأولى وجاء في لفظ آخر تقييد بأنها الأخيرة فالتقييد بانها اولى وبانها اخيره تقييدان متناقضان فحينئذ لا نعمل بهذا القيد فنقول لا يلزم ان تكون الاولى ولا ان تكون الاخيره لكن نبحث لمرجح كما قال ابو البركات فوجدنا ان المرجح ان تكون في الاخير انسب لازاله الاذى فتكون في اخراهن هذا كلامهم لما ذكروه الشرط الاخير مما ذكره الفقهاء وربما يوجد غيره ما اورده الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وكذا احمد بن عبد الهادي تلميذه انهم يقولون لا بد ان يكون اللفظ المقيد والمطلق ان يكون يطلق عليهما المعنى حقيقه فلا بد ان يكون اللفظ المطلق صالحا لحمل المقيد عليه ومن امثلة ذلك الصريحه عندهم في مساله التيمم مثلا فان التيمم غسل فإن الوضوء غسل والتيمم مسح، فلا يصح حمل المطلق وهو مسح اليد من غير تحديد لمكانها على المقيد وهو غسل اليد إلى المرفق، فإن الحقيقة لا تطلق يعني حقيقة الغسل لا تطلق على المسح، وهكذا أمثلة كثيرة أوردها العلماء في محلها. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى أو بيّن المصنف رحمه الله تعالى المسألة المتعلقة ب إذا ورد مطلق ومقيد فكيف يفعل به قول المصنف إذا ورد مطلق ومقيد المراد إذا ورد في نصين كما تقدم معنا أما إذا كان الحديث في حد وأما, كان إذا وأما إذا كانت إطلاق والتقييد في حديث واحد فإن هذا يعتبر من زيادة الثقة أو من شذوذ الرواية فينظر فيها في نظر الحديث أهي معتبرة أم ليست بمعتبرة. بين المصنف أنه إذا ورد حديثان أو نصان بمعنى أصح أحدهما مطلق والآخر مقيد فما الحكم فيهما؟ هل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ ذكر أن فيها أحوالا. وقبل ذكر هذه الأحوال يناسب هنا فائدة ذكرها الشيخ تقي الدين وهو أن حمل المطلق على المقيد يكون في الأوامر والنواهي وفي الأخبار التي يقصد منها الحكم. ولذا عبر المصنف بأنه اختفق حكمهما أو اختلف حكمهما لكن الفائدة المهمة ما هي وهو أن الحكم الذي يحمل فيه المطلق على المقيد سواء كان واجبا أو محرما أو مكروها أو مباحا هذه أربعة أحكام يحمل فيها المطلق على المقيد قال الشيخ تقيدين وأما إذا كان الحكم ندبا فان في حمل المطلق على المقيد نظر يعني يحتاج الى تامل فلا يحمل المطلق على المقيد طبعا بالشروط التي سبقت والاحوال التي ستاتي بعد قليل ان شاء الله وذلك ان وما وجه النظر في الندب ان الندب انما هو حث على الفعل ولا يترتب على الترك اسم ولا يترتب على الفعل كذلك اسم كالمحرم فقد يندب الى الفعل مطلقا ويندب الى بعض صوره مقيده على سبيل التأكيد. فنعمل بالمطلق والمقيد في المندوب معا. وهذه نظر دقيق وجيد في مسأله حمل المطلق على المقيد. الحاله الاولى قال المصنف فان اختلف حكمهما بمعنى ان المطلق والمقيد اتيا بحكمين مختلفين. قال مثل اكسي واطعم. يعني ان الله او ان الشارع يامر بالكسوة ويأمر بالإطعام فالحكم مختلف لأن هذه كسوة وهذه إطعام فلو قيد أحدهما أي أحد الحكمين بشيء فهل يلزم تقييد الحكم الثاني مثله أم لا؟ مثل ما جاء في الكفارات أن الله عز وجل قال في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله بالغ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة أه من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. جاء في قراءة ابن مسعود متتابعات. ونحن قلنا ان قراءة الآحاد حجة. فحيث لزم التتابع في الصيام فهل يلزم التتابع في الاطعام؟ فنقول لا بد ان يطعم العشرة متوالين. ولا يفصل بين اطعامهم بمدة طويلة يقطع الموالاة هذه هي مسألة هنا بعينها لأن الإطعام يختلف عن الصوم مثل ما عبر المصنف اكسي وأطعم قال الشيخ رحمه الله تعالى لم يحمل أحدهما على الآخر أي لا يحمل المطلق على المقيد بل يبقى المقيد على تقييده والمطلق على إطلاقه ولا يحمل أحدهما على الآخر وقوله بوجه مراده أي سواء كان السبب للحكمين متفقا وهو كفارة اليمين أو كان الحكم أو كان السبب للحكم مختلفا مثل لو قال أقم الصلاة وآت الزكاة فلو قيدت الصلاة بقيد أو الزكاة بقيد فلا ينتقل هذا القيد إلى الثاني وهذا باتفاق كما ذكر المصنف وهذا الاتفاق الذي ذكره المصنف ذكره كثير من اهل العلم من جميع المذاهب انه باتفاق نعم الحاله الثانيه وان لم يختلف حكمهما في نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الحاله الثانيه وهو اذا لم يختلف الحكم بمعنى اتحد حكمهما فذكر المصنف ان لها صورتين اما ان يتفق السبب ويتحد واما ان يختلف السبب اذا الحاله الثانيه اذا اتحد حكمهما فتارة يتفق السبب الموجب للحكم وتارة يختلف يقول الشيخ نعم فإن اتحد سببهما وكان مثبتين نحو أعتق في الظهار رقبة نعم قبل أن ننتقل للأمثلة التي أوردها المصنف هنا المصنف ذكر جزءا من الحكم ولم يذكره كاملا يعني ذكر بعض صوره يقول المصنف فإن اتحد سببهما يعني أنه جاء نصين في الشرع متحدين في الحكم يعني لم يختلف حكمهما كلاهما يأمر بحكم واحد كعتق رقبة أو صيام أيام ونحو ذلك ومع اتحاد, ومع اتحاد الحكم اتحد السبب بأن كان الموجب السبب بمعنى الموجب لهذا الحكم فكان الموجب لهذا الحكم والسبب كفارة الكفارة للظهار مثلا ونحو ذلك فهل إذا اتحد السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد أم لا انظر ماذا يقول الشيخ يقول الشيخ وكان مثبتين قوله وكان مثبتين يفيدنا مسألة وهي أن الحكمين إذا كان أحدهما مطلق والآخر مقيد إما أن يكونا مثبتين وإما أن يكونا منفيين فالمثبتين مثل ما سيذكره المصنف بعد قليل سنتكلم عنه والمنفيين لم يتكلم عنهما المصنف ومثال المنفي متعدد لكن اذكر لكم مثالا جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعه والامام يخطب وجاء عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الاحتباء لمن كان عليه ثوب واحد فالاول مطلق في النهي عن الاحتباء لكنه مخصوص طبعا بزمن يوم الجمعه والثاني مقيد بنهي الاحتباء عن بالثوب الواحد خشية خروج العورة فهذا الحك... فهذان الحكمان منفيين لأنه نهي ونهي ليست أمر وأمر وإنما نهي ونهي فالمنفيين هل يحمل فيها المطلق على المقيد يقول الفقهاء هي ليست داخلة في حمل المطلق على المقيد وإنما داخلة في تخصيص العام بالمفهوم وذكروا فيها كلاما أول من نبه عليه في موقف عليه أبو الخطاب ثم أبو البركات وغيرهم وقالوا ان الصواب في هذه المساله انه يُحمل المطلق على المقيد او نقول يخصص العام بمفهوم الخاص. بل حكى الكناني في شرحه على المختصر ان هذا يكاد يكون اجماعا مع انه ذكر قبله خلافا. مع ان المشهور عند فقهائنا انهم اطلقوا الكراهه في الاحتباء يوم الجمعه ولم يقيدوه بان يكون عليه ثوب واحد، ولكن ربما يكون مرادهم التقييد بناء على القاعده التي ذكرت لكم قبل قليل. اذا قوله وكان مثبتين مثل المثبتين قال نحو اعتق في الظهار رقبه اي مطلقه وهذا كما في الايه. ثم قال اعتق رقبه مؤمنه هذا يعني لو انه قال الشارع ذلك. قال المصنف حمل المطلق على المقيد. يعني ان المطلق وهو اعتق رقبة رقبة يُحمل على المقيد فنقول إن الآيتين معا تدلان على وجوب أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى حكاه أبو البركات إجماعا أي إجماع أهل العلم في هذه المسألة. وهذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات رحمه الله تعالى حكاه غيره كذلك من أهل العلم. و ذكروه ولم يعني وليس وليس هو مسبوق في هذه المسألة نعم أنت قرأت هذه نعم قلت ولكن ذكر القاضي أبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد نعم قال المصنف قلت يعني أن هذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات وحكاه غيره تبعا له قال قلت يعني أن هذا من يعني مما وقف عليه ذكر القاضي يعني أب أبا يعلى وابو الخطاب روايه عن احمد ان المطلق لا يحمل على المقيد هذه الروايه التي نقلها المصنف عن القاضي وابي الخطاب جاءت في قول الامام احمد في روايه ابي الحارث انه قال التيمم ضربه للوجه والكفين فقيل لاحمد اليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء الى المرفقين فقال انما قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ولم يقل إلى المرافق وقال في الوضوء إلى المرافق وقال في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ومن أين يقطع السارق قال أبو الخطاب وغيره فظاهر هذا أنه لم يبني التيمم المطلق على الوضوء المقيد فيؤخذ منه وإن اختلف الجنس أو اتفق هذا كلام أبي الخطاب وأبي يعلى وغيرهم ثم ذكر ان هذا القول هو اختيار ابي اسحاق بن شاقله, بن شاقلة وغيره. طبعا هذا القول الذي نسب لاحمد في في اخذه من هذا النص الذي نقلت لكم نظر فان احمد انما حمل حمل مع اختلاف الحكم فهذا مسح وهذا غسل فلا يصح هذا الحمل ولذلك فان بعض المحققين انكروا هذه الروايه عن احمد. وممن أنكر ذلك الكناني في شرحه على المختصر فقال وهذا بعيد جدا فإن أحمد لا يقوله وإنما توسع في نسبة هذه الرواية لأحمد ثم إن كان المقيد أحادا والمطلق تواترا طيب قبل أن قبل ننتقل لما ذكره المصنف هنا من التفريعات على هذه القاعدة مما يخرج على خلاف القاضي أبي يعلى وغيره عدد من الأمثلة منها أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. وهذا حديث مطلق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي مرشد. وهذا مقيد، فاشترط في الولي أن يكون مرشداً أي عدلاً. فالأول مطلق والثاني مقيد. وأخذ الفقهاء بحمل المطلق على المقيد. وهو المشهور من المذهب، وقال بعض فقهاء المذهب ويتخرج لنا من الرواية بعدم حمل المطلق على المقيد أن نقول إن الولي لا تشترط فيه العدالة الولي في النكاح لا تشترط فيه العدالة وحين ذاك نقول إن هذا القيد محمول على الندب لا على الوجوب إذا هذه المسألة خرج الخلاف بناء على القاعدة وهذا اللي يسمى تخريج الفروع على الأصول من باب التوليد وهذا التوليد ليس بتلك القوة لأن القاعدة عند علماء التخريج أن التخريج على الأصول لا يقبل مطلقا إلا أن يكون مسبوقا بالنص عليه ولذلك قالوا إن ابن بشير الشافعي المالكي صاحب التنبيه لا يقبل أقواله لأنه كان يكثر التخريج على الأصول ولم يسبق للحكم الذي خرج به ثم إن كان المقيد أحادا والمطلق تواترا إن بنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ وعلى نسخ التواتر بالأحاد نعم قول المصنف ثم هذه الكلمة ثم يفيدنا على أن هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة يعني مفرعة على أن الحملة على أن المطلق يحمل على المقيد وملخص, هذه وملخص الكلام أننا نقول إن المطلق يحمل على المقيد وله أحوال الحالة الأولى أن يكون المطلق والمقيد كلاهما متواتر والحالة الثانية أن يكون المطلق أحادا والمتواتر والمقيد متواترا فهاتان الصورتان داخلتان في الإجماع الذي حكاه أبو البركات وإن حكي خلافه الصورة الثالثة أن يكون المطلق متواترا والمقيد أحاداً فهذه فيها خلاف وإن لم نحكي خلافا معتبرا في المسألة السابقة وإن لم نحكي الخلاف المعتبر في المسألة السابقة نعم قال الشيخ ثم إن كان المقيد أحادا والمطلق تواترا يعني عرفنا أن ثم يبين لنا أن الصور ثلاث ثنتان داخلة في الإجماع المحكي أو الخلاف إن سلم بالخلاف وتبقى هذه الصورة مستثنات فإن فيها خلافا زائدا لأنه ينبني على أصل آخر قال انبنى أي بنى الحكم والخلاف في تقييد النص المتواتر بالآحاد على قاعدة أخرى وهي قال على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم ليست نسخا وإنما هي بيان وعلى نسخ التواتر بالآحاد يعني هل يجوز نسخ الحديث المتواتر بالآحاد أم لا والصحيح المعتمد في مذهب أحمد أن الزيادة على النص ليست نسخا وإنما هي بيان وفي مسألة التواتر هل ينسخ بالأحد؟ أن صحيح كما سيأتينا إن شاء الله كذلك في المسألتين أن النسخ في التو... أن... أن المتواتر لا ينسخ بالأحد هذا الصحيح مذهب أحمد وسيأتي إن شاء الله قال الشيخ والمنع قول الحنفية قوله والمنع يعود إلى تقييد المتواتر بالأحد فالحنفية يمنعون تقييد المتواتر بالأحد مفهومه أن الجمهور غير الحنفية ومنه مذهب أحمد يرون جواز تقييد المتواتر بالآحاد فالقرآن يقيد بالسنة سنة الآحاد وهكذا نعم والأشهر أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام نعم هذا من باب أيضا النتيجة التي سبقت قول المصنف والأشهر يعني أن المسألة فيها قولان دائما اذا عبر بالاشهر فهذا يدلنا ايماء على ان المساله فيها قولان والتعبير بالاشهر يدل على انه قول الاكثر ولذلك فان التعبير بالاشهر او بالمشهور يدل على انه قول اكثر الفقهاء المنتسبين لهذا المذهب والقول المصنف الاشهر هو قول اكثر اصحاب احمد كما قال المرداوي وقول اكثر العلماء كذلك قال أبو الأشهر أن المقيد بيان للمطلق ومعنى كونه بيانا أي موضحا ومظهرا له لا نسخ له وهذا هو القول الذي يقابل قول الأشهر وهو أن أن المقيد يكون ناسخا للمطلق وهذا القول الذي يقابل قول الأشهر ذكر مرداوي أنه قاله بعض الشافعية قال الشيخ كتخصيص العام أي أنه مثله كمثل تخصيص العام فإن تخصيص العام ليس نسخاً خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه نعم. وإن اختلف سببهما كرقبة في الظهار والقتل ف... نعم يقول الشيخ وإن اختلف سببهما أي مع اتحاد الحكم وعدم اختلافه ومثل ذلك بالرقبة في الظهار والقتل حيث أمر الله عز وجل بعتق رقبة في الظهار مطلقة من غير تقييد بالإيمان وأمر بعتق رقبة مؤمنة في القتل في كفارة القتل وهي مقيدة فهل يحمل الإطلاق على التقييد أم لا؟ نعم قال المصنف فأشهر روايتين عن أحمد الحمل نعم قوله فأشهر روايتين يدلنا على أن المسألة فيها روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم وقوله عن أحمد يعني أن أحمد قد نص عليها وهو الحمل أي يحمل المطلق على المقيد وإن اختلف سببهما وقد نص أحمد على ذلك فيما روى أبو طالب عنه انه قال احب الي ان يعتق في الظهار مسلمه وعد ذلك القاضي ايماء من احمد على انه اخذ هذا التقييد من قتل من كفاره القتل. اذا قوله عن احمد لان هذا منصوص احمد. وقبل ان ابين ما ذكره المصنف في تفصيل هذا القول وانه على رايين يقابل المشهور الروايه الثانيه في المذهب انه اذا اختلف السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد وهذه الرواية قال ابن شاقلة والحلواني وقال أبو البركات هي أصح عندي وسأذكر لكم لماذا قال هي أصح بعد قليل لأن بعض الناس قد يكون فهم كلام أبو البركات على غير وجهه وقد نقلها الموفق رواية عن أحمد منصوصة فقال رويت عن أحمد طيب نرجع لأشهر روايتين يقول الشيخ فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل أي حمل المطلق على المقيد إن اختلف سببهما واتفق حكمهما قال فعنه أي فعن أحمد وهذا من باب البناء على مذهبه لغة يعني أن اللغة هي التي دلت على حمل المطلق على المقيد فاستفدنا هذا الحمل من اللغة ولم نستفد ذلك من دليل شرعي وبناء عليه فالبحث فيها مع علماء اللغه وهذا القول الذي نقله المصنف هو قول القاضي ابي يعلى وصححه اغلب المتاخرين قال وعنه اي وعن احمد قياسا اي اننا حملنا المطلق على المقيد لا بدلاله اللغه وانما بدلاله القياس ومعنى كونه قياسا يعني انه في الحقيقه لا يحمل المطلق على المقيد بدلاله اللغه وانما نقول يُحمل عليه قياسا لاتفاق العله وهذا قول ابي الخطاب يقول ابو الخطاب يقوى عندي انه لا يبنى المطلق على المقيد من جهه اللغه ويبنى من جهه القياس مثال ذلك يقول هؤلاء ابو الخطاب ومن وافقه سأذكر من وافقه بعد قليل يقول هؤلاء ان الرقبه المعتقه في الكفارات يشترط فيها الاسلام قالوا لان الاعتاق يتضمن تكميل أحكام العين المعتقة أو الرقبة المعتقة وتكميل أحكامها لا يكون إلا بكمال دينها وهو الإسلام قياسا على كفارة القتل فقالوا قياسا ولم يقولوا الحاقا طيب إذا عرفنا ذلك فإن قول أبي الخطاب هذا وهو أنه يحمل المطلق على المقيد قياسا لا لغة أشكل على كثير من الباحثين قول أبي الخطاب لأنهم اختلف العلماء المذهب في صفة حكايته فالمصنف هنا حكاه جزءا من القائلين بأن المطلق يحمل على المقيد كما هو واضح قال وعنه يحمل فأشهر الروايتين عن أحمد الحمل لغة أو قياسا فهو حمل قياسي وأبو البركات وافق أبو الخطاب في هذه الرواية ورجح قوله ولكنه حكاها بطريقة أخرى قال لا يحمل المطلق على المقيد وإنما يكون من باب القياس فجعله عدم حمل مطلق والزركشي جعلها رواية ثالثة فقال القول الأول أنه يحمل والقول الثاني أنه لا يحمل والرواية الثالثة قول أبي الخطاب أنه يحمل قياسا لا لغة ولذلك فإن فهم الأقوال في المسألة وضبطها وهي في الحقيقة متفقة لكن طريقة حكاية القول تسبب ربما بلبلة لبعض طلبة العلم طيب تفضل قال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات والنفي نعم هذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي متعلقة بما يشمله الإطلاق في حالة دون حالة يقول الشيخ قال طائفة من محققي أصحابنا الذي ذكر هذا الكلام هو الشيخ تقي في المسودة وقرر كلامه ووافقه عليه ابن مفلح ثم تتابع المتأخرون عليه قال المطلق من الأسماء يعني أنه إذا جاء اسم مطلق سواء كان في أمر أو في نهي ولم يكن مقيدا بأي من القيود قال يتناول الكامل من المسميات في الإثبات يعني لو أننا أمرنا بأمر مطلق والامر يشمل امر الاباحه وامر الندب فحينئذ نقول ان فعل هذا الامر المطلق يشمل جميع صوره ويشمل جميع القيود الملحقه به فحينئذ يتناول الكامل من المسميات في الاثبات اذا كان امرا واما في النفي اذا كان نهيا فانه لا يتناول كامل المسميات وانما يتناول اقل ما يصدق عليه هذه الصوره مما يكون قاسما مشتركا وهذه من الدقيقه, الدقيقة الفقهيه ترتب عليها ماذا اننا نقول في الاثبات يثاب المرء على الفعل المطلق ويثاب على المقي وعلى قيوده فيثاب اثابتين واما في النهي فانه انما يثاب على الترك المطلق وهذه مثل ما سبق معنا في مساله النهي هل هو امر باحد اضداده ام لا؟ نعم. قال رحمه الله المجمل. نعم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد الحديث عن المطلق وبعد العام الحديث عن المجمل. ومناسبه ايراد المجمل بعد المطلق من جهات منها ان بعض من العلماء قد يتساهى في المطلق فيجعله مجملا كما في بعض المسائل في النزاع بين الحنفيه والشافعيه. وعند الحديث عن المجمل لابد ان ننتبه ان الالفاظ ينظر لها من جهات. فباعتبار الاجمال وعدمه فان الالفاظ تنقسم الى ثلاثه اقسام الامر الاول ان تكون نصا بمعنى الا تحتمل معنى اخر وتكون محتمله لمعنى واحد فقط ومثلوا للنصوص باسماء الاعداد كخمسه وسبعه وعشره ومثلها ايضا يقال في بعض الاسماء المعينات إذا كانت لا يشترك معها غيرها مثل الكعبة. النوع الثاني المجمل وهو الذي يحتمل معنيين ولا ترجيح لأحد المعنيين على غيره. فهذا يسمى مجمل. الأمر الثالث وهو الظاهر وهو الذي يحتمل معنيين راجح في أحدهما فيكون ظاهرا فيه. وبناء على ذلك فإن اللفظ الظاهر إذا تركناه وانتقلنا لللفظ المرجوح فلا بد من دليل ويسمى هذا المؤول او التاويل فننتقل من الراجح الى غيره من باب المؤول او التاويل اذا الحديث عن المجمل لا بد ان معرفه قسمه الالفاظ عموما على سبيل الاجمال يعني اذا كان الاجمال قسما من اقسامه فنقول انها ثلاثه اولا النص لم يذكره المصنف لوضوحه ولان الاشكالات فيه قليله جدا ولكن ربما ذكر بعض المسائل التي فيه سيذكر المصنف المجمل ثم يذكر بعده ما يبين هذا المجمل يعني بما يكون تبيين ذلك المجمل بحيث أنه يكون ظاهرا لأحد المعنيين أو نصا فيه فإن بعض المبينات للمجمل تكون منفصلة عنه فتجعل ذلك المجمل نصا فلا يحتمل التأويل كما سيأتي أو تكون جاعلة لهذا اللفظ ظاهرا إذن سيبدأ بالمجمل ثم يذكر المبين له ثم ينتقل بعد ذلك الامر الثالث وهو الظاهر هذا الذي سيتكلم عنه المصنف وسياخذ منا نحوا من درسين آه هذا المجمل الذي ذكره المصنف آه قلنا انه متردد بين حكمين بين معنيين لا ترجيح بينهما اذا جاءنا لفظ مجمل فما حكمه؟ يقول العلماء ان اللفظ المجمل اذا لم يتبين للمجتهد فإنه لا يعمل به فيتركه ولا يعمل به حتى يتبين له المبين او اللفظ المبين له وهذا ينقلنا الى مسأله مهمه ذكرتها قبل قليل اشاره وهو ان تحقيق العلماء ان الاجمال انما هو في ذهن المجتهد وليس في الحقيقه وقد اطال الشيخ تقي الدين في بيان التلبيس انه لا يوجد في القران لفظ مجبل على اطلاق بل لا بد وان يكون ظاهرا في مو في موضع اخر كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين فلا بد ان يكون مبينا وان يكون مبين المعاني وان هذا الاجمال انما هو نسبي لاشخاص دون اشخاص والغالب ان الاجمال يكون بسبب قصور الادمي اذن من اعتقاد اهل السنه وهذه مساله مهمه ان اهل السنه يرون ان النصوص الشرعيه لا اجمال فيها على العموم لان الله عز وجل لا يمكن ان يكلمنا بما لا نفهم ثانيا ان النصوص الشرعيه لا تعارض بينها كذلك وانما الاجمال والتعارض انما هو في ذهن المجتهد او عند بعضهم بسبب قصوره في العلم إذ لو كان فيها ذلك على سبيل الإطلاق لأدى لتكليف الناس بما يعني بما لا يستطيعونه وأوامر الشرع ليس فيها ذلك وهذا من الأمور المهمة التي ينتبه لها علماء الحديث خصوصا وهذا من تعظيمهم النص الشرعي لأن التساهل بهذه الأمور تجعل الشخص يقول أرد هذا الحديث لأنه مجمل أو هذه الآية لأنها مجملة كما يفعل بعض الفقهاء وغيرهم وهذا فيه حقيقة إنقاص لمكانة النص الشرعي وهذه مسألة مهمة نعم تفضل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض أحادها عن بعض نعم قال تعريف المجمل لغة ما جعل جملة واحدة يعني جيء بها مرة واحدة لا ينفرد بعض أحادها أي بعض أجزائها عن بعض أتى بالتعريف اللغوي لبيان أن التعريف الاصطلاحي يكاد يكون مشتقا منه أو مأخوذا منه وسيأتينا و... ومر معنا أيضا مسألة قضية الحقيقة الحقائق الشرعية أو الحقائق العرفية هذه من الحقائق العرفية ليست من الحقائق الشرعية المجمل من الحقائق العرفية لأنها من اصطلاح الأصوليين أن الحقائق العرفية في الأصل أنها تؤخذ من اللغة نعم واصطلاحا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء قول المصنف هنا واصطلاحا أريد أن أبين نكتة ولها تعلق بفقه مذهب أحمد بخصوص كلام أحمد قوله اصطلاحا المراد في اصطلاح الأصوليين أو نقول في اصطلاح المتأخرين من الأصوليين. لماذا أقول هذا؟ لأن ذكر بعض العلماء وهو الجصاص في كتابه في الأصول أن المتقدمين يستخدمون المجمل لمعنيين. المعنى الأول هو المراد هنا وهو المعنى الخاص والمعنى الثاني ما يكون مرادفا للعموم فيسمون العامة مجملا وذكر أن هذا استخدام وهو استخدام المجمل بمعنى العام موجود في كلام بعض المتقدمين مثل عيسى بن أبان وغيره لماذا اوردت كلام الرازي الجصاص الرازي اوردته لانه يوجد في كلام الامام احمد اطلاق لفظ الاجمال وقصده العموم فمن ذلك ما نقل ابن عبد البر عن الاثرم انه قال سالت احمد عن الصلاه نصف النهار يوم الجمعه فقال يعجبني ان تتوقعها قال فذكرت له حديث ثعلبه بن ابي مالك كنا نصلي يوم الجمعه حتى يخرج عمر. فقلت له هذا يدل على الرخصه في الصلاه نصف النهار. قال: ليس في هذا بيان. انما جاء الكلام مجملا كنا نصلي. ثم قال: ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه انه نهى عن الصلاه نصف النهار وعند طلوع الشمس وعند الغروب. فهنا استخدم احمد الاجمال بمعنى العموم اي انه عام. وقيد وخصص في حديث اخر. وقد ورد عن احمد ايضا نصوص اخرى شبيهه بذلك. قول المصنف اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، هذا التعريف هو تعريف الطوفي وقد اخذه المصنف بنصه منه. وهذا التعريف ايضا مشى عليه يعني قريب من جماعه منهم الرسعني في وهو من تلاميذ الموفق ابن قدامه في تفسيره جاء بتعريف قريب من تعريف الطوفي فقد ذكر انه ما تردد بين امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر. واما التعريف الثاني الذي نقله المصنف فقال: وقيل ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى. وهذا التعريف الثاني للمجمل هو تعريف الموفق بن قدامه وتبعه عليه ابن ابي الفتح البعلي في المطلع وجماعه ينقلون كلام الموفق كما هو. ومنهم القطيعي وغيره. وقول المصنف ما لا يفهم منه عند المعنى اطلاق ذكر المصنف تبعا للطوفي ان تعريف الموفق هذا فيه اشكال لانه يدخل فيه اللفظ المشترك فان اللفظ المشترك لا يفهم منه عند الاطلاق معنى وعند وعلى ذلك فيكون هذا التعريف غير مانع من دخول غير المجمل فيه ولذا زاد المصنف تبعا للطوفي كلمه معين فقال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين قال وإلا أي وإن لم نضف كلمة معين بطل بالمشترك فإنه أي المشترك يفهم منه معنى غير معين وهو إما في المفرد كالعين نعم قوله وهو أي لفظ المجمل يرد في مفرد وفي مركب وفي الحروف نعم طبعا وقوله في المفرد سيذكر المصنف الآن أنه يشمل جميع المفرد سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا نعم كالعين كالعين والجون والشفاق في الاسماء نعم ذكر المصنف بعض الاسماء التي تكون مشتركه وهذه المشترك هو من باب المجمل وقبل ان اذكر هذه المعاني بسرعه الجمهور يقولون ان كل مشترك كل ان كل اسم مشترك يكون مجملا وليس كل مجمل يكون مشتركا فالمشترك والمجمل بينهم عموم وخصوص مطلق فالألفاظ المشتركة كلها مجملة لا العكس لأنه سيذكر المصنف بعد ذلك أنواع أخرى من المجمل ليست من الألفاظ المشتركة طيب قوله كالعين العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الجاسوس وعلى غيره حتى قال بعضهم إن لفظة العين تطلق على أكثر من ثلاثين معنى وألف بعضهم فيها رسالة كاملة قال والقرء. فإن القر أيضا يطلق على معنيين على الحيض وعلى الطهر فيكون مشتركا بينهما فهو مجمل فلا بد من دليل خارجي يبين لنا المراد منه فنبحث عن دليل خارجي من غير اللغة طبعا يدلنا على المراد اما من السياق او من قول الصحابي او غيره قال وقوله والجون والجون هذه يأتي بها العلماء لمعان مختلفة فتطلق احيانا على الاسود واحيانا تطلق على الابيض قال والشفق والشفق كذلك يطلق على الشفق الاحمر او الحمره ويطلق ايضا على على البياض وبناء على ذلك اختلف هل دخول وقت العشاء الذي جاء انه بغياب الشفق هل هو بالشفق الابيض ام بالشفق الاحمر بناء على ان هذا اللفظ الذي ورد بالحديث لفظ مجمل فلا بد من دليل خارجي يبين لنا هذا اللفظ المجمل وقد جاءت احاديث كثيره تدل على ان المراد بالشفق انما هو الشفق الاحمر خلافا لاصحاب ابي حنيفه رحمهم الله تعالى. نعم. آه قال وفي الاسماء وفي الاسماء ايضا كثيره جدا فكل الاسماء المشتركه تدخل في الاجمال. نعم. وعسعس وبان في الافعال. نعم. عسعس وبان في الافعال. عسعس في قول عز.. عز وجل والليل اذا عسعس عسعس تحتمل معنيان. معنى انه ولى اي اذا فيقسم الله عز وجل بادبار الليل اذا ولى الليل و تحتمل أنه بمعنى أقبل فيقسم الله عز وجل بالليل في إقباله إذا أقبل وبان يعني تحتمل أيضا من معنى بان أي ظهر بعدما كان خفيا وبان أي أصبح بعيدا عنا ومنه البين وهو البعد ويعني قد يكون أيضا بمعنى الانفصال ما أبين من ميتة من حي فهو كميتة فيكون من باب الانفصال فما بان من شيء انفصل فحينئذ ننظر للسياق والدلائل التي تدل عليه، نعم. وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو الراسخون. نعم، الواو ايضا متردده بين العطف والابتداء، ومر معنا في اول الدروس لما ذكر المصنف معاني الحروف، بين ان الواو لها معاني مشتركه بينها، فقد تستخدم في بعضها، ومنها الايه التي اوردها المصنف وهي قوله والراسخون في قول الله عز وجل وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا. وقد اختلف علماء الاقراء في الوقوف على الجمله قبلها وعلى وصلها على طريقتين عند علماء الاقراء وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان خلاف علماء الاقراء في الوقف والاتصال محمول على انه توقيفي لا اجتهادي فيكون هذا الاختلاف داخلا في الاحرف السبعه التي نزل بها القران فيكون مما بقي عندنا من الاحرف السبعه وبناء على ذلك فإنها تكون مشتركة في المعنيين فعند الوقف تكون ابتدائية وعند الوصل تكون عاطفة وقد مر معنا قبل أن عند فقهائنا أنه يمكن حمل المعنى على أن, أن يمكن حمل اللفظ على معنييه المشتركين ولذلك فإننا نقول إن هذه الآية تصح بالمعنيين تصح موصولة تصح معطوفة وتصح ابتدائية وكلا المعنيين لها تأويل صحيح فيكون هذه الآية لها معنيان كلاهما صحيح ومقبول شرعا نعم. ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف نعم في الحروف نعم قوله في الحروف أن يعود إلى الواو ومن من هذه في آية التيمم وهو قول الله عز وجل في سورة المائدة وقد اختلف أي السورتين نزلت أهي التي في سورة المائدة أم التي في سورة النساء فقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه منه هذه إن قلنا إنها تبعيضية كما هو مشهور مذهب الإمام أحمد وقول المتأخرين فيقول لا بد أن يكون من الصعيد المتيمم عليه شيء ينتقل إلى الكفين والوجه وبنوا على ذلك أنه يشترط أن يكون المتيمم عليه تراب له غبار وإن قلنا إن من هنا ابتدائية فيترتب على ذلك أي تيمموا من الصعيد ابتداء ولا يلزم أن يكون له غبار وهذه الرواية الثانية مذهب وانتصر لها الشيخ تقي الدين وبناء عليه فيجيزون أن يتيمم بالصعيد وإن لم يكن منه شيء ينتقل إلى الوجه والكفين فيصححون التيمم على الرمل وعلى الحصى ونحوه هذا الاختلاف مجمل فالآية مجملة فلا بد أن نبحث عن دليل خارجي يرجح أحد المعنيين والعلماء لهم نظر في ذلك والمسألة مجملة ما زالت من باب الظاهر والمؤول والمتردد بين المعنيين عند اهل العلم، نعم. او في المركب كتردد الذي بيده عقده النكاح بين الولي والزوج. نعم قوله او في المركب اي في الجمله المركبه كتردد آه الذي بيده العقده النكاح، يعني من الذي بيده عقده النكاح بين الولي والزوج. يعني انه تردد على الامرين يحتمل امرين فالولي يحتمل ان يكون هو الذي بيده عقده النكاح لانه هو الذي يقبل وهو الذي يفسخ كذلك في الطلاق. والولي لانه هو الذي يوجب فيكون اول عقده النكاح بايجاب الولي وقد اختلف فيه على روايتين في مذهب احمد والمشهور مذهب احمد انه هو الزوج وهناك روايه ذكرها القاضي ومال لها في بعض كتبه انها الزوج واكثر الصحابه على القول الاول وهو انه الزوج الاول قلت لكم انه الزوج والثاني انه الاب عفوا نعم فضلا وقد يقع من جهه التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. نعم قول وقد يقع وقد يقع الاجمال من جهه التصريف اي باعتبار هيئه اللفظه فان هيئتها وصفتها قد توهم او توقع الاجمال في هذه اللفظ. قال كالمختار والمغتال لفظه المختار والمغتال تحتمل ان تكون اسم فاعل. وتحتمل أن تكون اسم مفعول وذاك قال للفاعل والمفعول ولذلك لأن المختار والمغتال يقول أهل العلم إن الفعل غير الثلاثي إذا أريد أن يؤخذ منه اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنه يقلب يقلب حرف المضارعة ياء أو تاء إلى ميم ثم إن كسر ما قبل الأخير فهو اسم فاعل وإن فتح ما قبل الأخير فهو اسم مفعول. وأمثلته كثيرة. يعني مثلا لكن إن كان ما قبل الأخير حرف عله فإن حرف العله لا تثبت عليه لا الفتح ولا الكسر. فحينئذ يكون مجملا. ومنه ما ذكره المصنف مثل المختار والمغتال. يعني من أمثلته التي يكون فيها واضح المبين والمبين. فالمبين والمبين وضحت الكسرة. أو الفتحة. وأما الألف فإنه لا يظهر عليها الحركة، فحينئذ يكون مشكلا. من أثر هذا الإشكال الاختلاف في اسم المسيح ابن مريم والمسيح الدجال، لما سمي؟ فبعضهم يقول إن المسيح ابن مريم سمي بذلك من باب اسم الفاعل، فكان يمسح على المرضى فيشفون. وقيل لأنه مفعول، لأنه سيمسح الأرض بعدله. وكذلك يقال أيضا في الدجال قيل انه اسم فاعل فيكون هو الماسح للارض لانه يطوي الارض كلها وقيل انه اسم مفعول لانه مسحت احدى عينيه وطمست. <applause> يعني هذا اثر الخلاف مؤثر في بعض المعاني نعم مسألة نعم هذه المسألة وما بعدها يورد فيها المصنف بعضا من الامور التي قيل ان اللفظ فيها مجمل وهو ليس بمجمل فيما رجحه المصنف. أول مسألة هي أوردها المصنف وهي مسألة آه الإجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان أو إضافة لنقل أصح إضافة الأحكام إلى الأعيان وسأذكر لكم لماذا قلنا الأحكام بدل التحريم نعم لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان نحو حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم خلافا لأكثر الحنفية وأبي الفرج المقدسي نعم يقول المصنف إنه إذا ورد تحريم مضاف إلى الأعيان ومثل لذلك بقول الله عز وجل حرمت عليكم الميته وبقوله حرمت عليكم امهاتكم فهذا هذا النه هذا هذا التحريم الذي يضاف للاعيان يقولون الاصل فيه ان الاضافه للعين والعين لا تحرم فان الاعيان لا توصف بحل ولا حرمه ويحتمل انه مضاف الى مضمر مقدر وهو متردد فيه فهل هذا الاحتمال اللغوي يكون سببا للاجمال ام لا؟ قال المصنف لا اجمال فيه، ولكن قال لا اجمال في اضافه التحريم الى الاعيان. خلافا لابي حنيفه وغيره ساذكر من قال بالقول الثاني بعد قليل. وقوله لا اجمال في اضافه التحريم الى الاعيان، قوله التحريم لانه الاغلب، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اموالكم واعرا ان ان انفسكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا. فهل يكون مجملا ام لا؟ وقد يكون باب اضافه من باب إضافة التحليل للأعيان ويحل لهم الطيبات فيحل الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات فإحلال الطيبات أيضا من باب إضافة التحليل للأعيان فلذلك فالأنسب أن يقال إضافة الأحكام للأعيان تحليلا أو تحريما إذا هذه المسألة التي ذكر مصنفه هو القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم فأكثرهم على هذه المسألة القول الثاني ذكر مصنف أنه خالف أكثر الحنفية وجزم المصنف أنه قول الأكثر وقال وقال به أبو الفرج المقدسي وهذا القول الذي قال به أبو الفرج المقدسي طبعا أبو الفرج المقدسي له عدد من الكتب طبع من كتبه كتابان ولكنهما في الاعتقاد أه الأول هو أه الامتحان والثاني هو التبصرة والحنابل يسمونه أبو الفرج المقدسي ويسمونه أبو الفرج الشيرازي لأنه كان شرازيا ثم انتقل إلى الشام وسكن بيت المقدس وهو أول من أدخل مذهب الإمام أحمد للشام ثم جاء بعد ذلك من تلاميذ تلاميذه وهم المقادس الجماعيون ونشر المذهب بعد ذلك فانتشاره كان من بيت المقدس المقصود أن أبو الفرج المقدسي نقل عنه المصنف هذا القول وهذا القول أيضا قال به القاضي أبو يعلى في أول كتابه ثم خالفه في موضعين من العده ولكن الصواب الاول ولا شك نعم ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني قال المصنف ثم هو عام حيث قلنا انه لا اجمال فقال ان ابن عقيل والحلواني يقولون انه عام فحينئذ يكون شاملا لجميع الافعال المتعلقه بالعين فقول الله عز وجل حرمت عليكم الميته يشمل اكلها ويشمل استخدامها والجلوس عليها وسائر الأمور فيشمل جميع الأمور ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على خروجه فهو عام في الكل إلا ما دل الدليل على خروجه نعم وفي التمهيد وغوضه ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها نعم قوله هو في التمهيد لأبي الخطاب أيضا يقول أبو الخطاب أنه ليس بمجمل لكنه ليس عاما في الجميع وإنما يكون مصروفا لما جرى العرف والعادة لتوجيه الحكم له ولذلك يقول ابو الخطاب بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في الأمهات والأكل من الميتة والأكل من الميتة فما جرى العرف في توجيه الحكم له فإنه يتجه له فقط دون ما عداه فيتجه لما جرى به العرف الفرق بين قول أبي الخطاب وقول ابن عقيل أن ابن عقيل لا يخرج شيئا من العموم إلا بدليل واما ابو الخطاب فانه لا يدخل ابتداء الا ما جرى العرف به وبناء على ذلك فان النادر لا يدخل في هذا العموم في عموم المضمر لا يدخل فيه مساله لا اجمال في هذه المساله مثل السابقه كما تقدم معنا في امور قيل ان فيها اجمال وهو ليس كذلك وهذه المساله وهي قوله لا اجمال في نحوي امسحوا برؤوسكم يعني قيل ان الاجمال فيها من جهه الحرف حرف الباء فإن بعض العلماء يقولون ان حرف الباء مشترك بين الإلصاق وبين التبعيض فالإجمال هنا باعتبار الحرف المتردد فيه وقيل ان الإجمال لأن الشارع أمر بأمر ولم يحدد مقداره إذا وجه الإجمال في هذا الموضع لسببين سنتكلم عنهما بعد قليل نعم تفضل لا إجمال في نحو امسحوا برؤوسكم خلافا لبعض الحنفيه نعم وحقيقة اللفظ مسح كله عند احمد نعم قول المصنف لا اجمال في نحو امسحوا برؤوسكم فانه لا اجمال فيه لان الباء فيه كما ذكرت لكم ليست متردده بل هي عندهم انما تدل على الالصاق ومن زعم من متاخر الفقهاء انها للتبعيض فقد حكى جمع من علماء اللغه انها ليست معروفه عندهم بهذا المعنى وان سلم وان سلم تجوزا انها تدل على التبعيض فانهم يقولون ان هذا المعنى ليس هو المستخدم والغالب وانما هو نادر واللفظ يحمل على الغالب من معناه ولا يحمل على النادر من معناه فيكون ظاهرا في الالصاق نادرا في التبعيض وحينئذ فلا يكون ذلك من باب التل من باب الاجمال ولذلك قال المصنف وحقيقه اللفظ مسح كله اي مسح كل الراس عند احمد نص عليه احمد صراحه في روايه ابن هانئ في المسائل <applause> فقال ابن هانئ سئل احمد عن مسح الرأس هل يعم به الرأس كله قال نعم وهذا من باب أنه لا بد من مسح الرأس كله وقول المصنف رحمه الله تعالى خلافا لبعض الحنفية نسب المصنف هذا الخلاف لبعض الحنفية ونسبه أبو البركات في المسودة للحنفية جميعا والموجود في أكثر كتب الحنفية منها البدائع وفتح القدير بن الهمام وغيرها من الكتب كثير جدا ما يقولون إن هذه الآية مجملة ولذا فإن الحنفية يقولون ان هذه الآية تدل على المسح فقط من غير مقدار فنذهب إلى دلالة دليل آخر يحدد المقدار قالوا فوجدنا دلالتين الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة فمسح على ناصيته أي مقدم رأسه قالوا ومقدم الرأس حينئذ يكون مجزئ وكم مقدار هذا المقدم؟ هذا هو الدليل الثاني قالوا إننا وجدنا أن الشرع يقدر كثيرا بالربع والكف اذا وضعت على الراس فانها تعادل ربعه فحينئذ اوجب اصحاب ابي حنيفه مسح ربع الراس بناء على ذلك لان الحديث مجمل قال ولا يستدل به اما اصحاب الشافعي فيقولون ان الحديث لا اجمال فيه بل هو امر بمطلق المسح من غير تقييد والباء عند اصحاب الشافعي للتبعيض وحيث كان مطلقا فالواجب هو اقل البعض واقل ما يمسح ثلاث شعرات فمن مسح ثلاث شعرات من راسه فقد مسح البعض وصدق عليه الحديث وصدقت عليه الايه وامسحوا برؤوسكم اذا قلنا ان الباء للتبعيض. اذا هذا هو آه يعني هذه المساله وهي مساله مشهوره جدا تعتبر من رؤوس المسائل واشهر الخلاف في الوضوء متعلق بهذه المساله نعم. نعم. قال مساله لا اجمال في وفي عن عمة الخطا والنسيان عند الجمهور. بل هو من دلالات ما وقد تقدمت نعم هذه أيضا مسألة متعلقة يلحقها عادة الفقهاء بالمسألة التي قبل هذه وهي إضافة التحريم للأعيان فيقولون إن هذه ملحقة بها هذا الحديث وهو رفع عن أمة الخطأ والنسيان فيه مضمر لم يظهر فيحتمل أنه رفع عن أمة إثم الخطأ والنسيان واحتمل أنه رفع عن أمة ضمان الخطأ والنسيان ويحتمل كذلك أنه رفع عن أمتي قضاء العبادات إذا أخطأوا أو نسوا فلم يؤدوا العبادة على وجهها ويحتمل أي غير ذلك من التقديرات التي يمكن تقديرها ولذلك فإن بعضا من أهل العلم يقول إن هذا مجمل ولا نستدل به على أي من هذه الصور ونتركها ونبحث عن دليل خارجي ونترك العمل بهذا الحديث أما الجمهور فيقول لا بل إن الحديث لا إجمال فيه بل هو محكم بين فإن فيه رفعا لاثر الخطا والنسيان. لكن ما الذي يرفع؟ قال المصنف هو من دلاله الاضمار وقد تقدمت وذلك ان المصنف تكلم سابقا عن ان المضمر هل له عموم ام لا؟ ورجح المصنف ان له عموما وبناء على ذلك فنقول على المذهب ان هذا الحديث ان هذا الحديث رفع عن امتي عام فيرفع الاثم ويرفع القضاء ويرفع كذلك الضمان ويرفع أيضا القود يرفع كل شيء إلا إذا دل الدليل على خلافه فيكون تخصيصا وقد جاء الدليل على سبيل المثال في استثناء النسيان في قضاء الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك هو وقتها فنقول إن هذا الدليل هو الذي أوجب القضاء وأما هذا الحديث الأول فإنه قد أسقط القضاء في ظاهر عمومه. وهكذا يقال أيضا في مسألة الضمان، فإن الضمان يجب فيه الدية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وهذا خطأ يعتبر يعني يلحق فيه النسيان، ويلحق فيه أيضا نعم الخطأ يدخل فيه النسيان نوعا ما. يعني نسيان الحال. ومع ذلك أوجب الله عز وجل عليه الدية، وأوجب الله عليه الكفارة. إذا فنحمله في الأصل على العموم هل على مشهور مذهب ولكن نقول يخصص منه ما ورد به النص فيما يتعلق به دون ما عدا مسألة لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور إلا بفاتحة الكتاب لا نكاح إلا بولي هذه المسألة الحقيقة من المسائل التي أطال العلماء رحمهم الله تعالى في بحثها إطالة كبيرة وهذه المسألة هي المسألة المسمات بنفي الحقائق الشرعية نفي الحقائق الشرعية فإذا جاء الشرع فنفى حقيقه معينه كما لو قال لا صلاه الا بطهور او لا صلاه الا بفاتحه الكتاب او قال لا نكاح الا بولى فنفى حقائق هذه الافعال بعد وجودها او بعد وجود صورتها نقول اصح بعد وجود صورتها فما حكم هذا النفي طبعا هنا النفي يجب ان نعلم أن النفي إنما هو للحقائق الشرعية وليس نفيا لغويا النفي اللغوي هذا مبحث لغوي لا حاجة للفقهاء فيه وإنما يتكلمون عن نفي الحقائق الشرعية عندنا في مسألة نفي الحقائق الشرعية مسألة ثانية أو أكثر أوردهما المصنف أول مسألة هل نفي الحقيقة الشرعية من المجمل أم ليس بالمجمل يقول المصنف لا إجمال فبين المصنف أنه لا إجمال في ذلك بل هو واضح وبين وهو من المبين وهذا القول هو قول جماهير فقهاء المسلمين ولم يخالف في ذلك الا طائفه من المتكلمين هم الذين خالفوا فقالوا ان هذا من المجمل فلا يصح الاستدلال به على نفي الصحه ولا على نفي الكمال ولا على نفي الاجزاء ولا على نفي غير ذلك فيكون يبحث عن دليل ولا ينظر له مطلقا فيرمى هذا الحديث ولا يعمل به وقولهم في غاية السقوط بل إن جماهير المسلمين مذاهب الأربعة كلهم على أنه لا إجمال فيه وهذا الذي جزم به أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى وهذا القول الذي يعني يعني نسب لبعض المتكلمين نسب لأبي عبد الله البصري وهو أحد المعتزلة وأحيانا آراءه الأصولية تنسب لبعض أصحاب أبي حنيفة النعمان لأن أصحاب أبي حنيفة في فترة من الفترات غلب عليهم الاعتزال ولذلك فإنك لو تجد أن طبقة معينة من أصوليهم كانوا على طريقة أهل الاعتزال والذين ألفوا في طبقات الاعتزال كانوا يعدون أغلب النظار من الحنفية في ذلك الوقت وهذا ربما كان سببا في نفرة بعض العلماء رحمهم الله تعالى مذهب أصحاب أبي حنيفة أو مذهب أبي حنيفة لأجل هذا السبب ولكن في كل مذهب يوجد يعني من يحسن ومن يسيء المسألة الثانية قول المصنف ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر. <applause> هذه المسألة متفرعة على أنه ليس بمجمل. فحيث قلنا إنه ليس بمجمل. فما الذي يقتضيه؟ هذه المسألة فيها أقوال. طبعاً قول المصنف عند الأكثر يعود للجملة الأخيرة فقط دون جملة لا إجمال. فإنه يعود ويقتضي نفي الصحة. المسألة فيها أقوال. القول الأول ما ذكره المصنف أنه يقتضي نفي الصحة. ونسبه المصنف للاكثر اي لاكثر اكثر المذاهب الاربعه وليس اكثر الحنابله وكذلك جزم بهذا القول المرداوي وقال ان اكثر اصحابنا عليه او قال الصحيح الذي عليه اكثرهم نعم اكثرهم ولم يقل اكثر اصحابنا لكن جزم بصحته الموفق وتبعه الطوفي وغيره هذا القول الاول القول الثاني ان النفي هنا انما يقتضي نفي الكمال فقط وهذا القول من اضعف الاقوال. والقول الثالث ان النفي للحقيقه ان النفي في في تلك الاحاديث السابقه يقتضي نفي الحقيقه الشرعيه. وهذا القول هو الذي عليه اكثر الحنابله. وهذا هو اصح الاقوال. فممن قال به القاضي ابو يعلى وقال به ابو الخطاب وقال به ابن عقيل. وقال به شيخ تقي الدين وقال به ابن القيم وقال به ابن رجب وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه المسألة قال طائفة لم تفهم المراد فجعلته مجملا يتوقف العمل به على بيان وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب اللي هو القول الثاني ذكرت لكم قبل قليل قال وهذا ضعيف جدا فإن النفي المطلق بعيد منه أي من نفي الكمال قال وطائفة فهمت نفي الإجزاء والصحة هو الذي ذكره المصنف وقال إنه الأكثر عليه يقول ابن القيم وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع يعني أنه متجه ثم قال وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعي وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد وسيترتب عليه المسألة بعد وهي الثالثة التي ذكرها المصنف إذن الصحيح أن أو الأقرب العلم عند الله عز وجل ان النفي للحق للاعيان نفي للحقيقه الشرعيه وحيث قلنا انه الشرع يجعل له حقيقه ينقل الالفاظ لحقائق إذن فوجود كان الفعل لم يوجد ويترتب على نفي الحقيقه الشرعيه انه ليس بمجزي لانه لم يعمل الفعل وليس بصحيح لانه لم يفعل اساسا فهو نفي للحقيقه فيكون متعديا لمساله الصحه والاجزاء نعم المساله الثالثه قال وين على ذلك نعم وعمومه مبني على دلالة الإضمار نعم. قال المصنف وعمومه اي وعموم الدلاله هنا مبني على دلالة الاضمار. يعني هل 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 المضمر له عموم ام لا؟ وتقدم معنا ان المصنف رحمه الله تعالى يرى وهو المذهب ايضا ان ان المضمر له عموم. نرجع لمسالتنا حيث قلنا ان النفي نفي للحقيقه الشرعيه. فبناء على ذلك فانه لا يوجد الفعل. فلا عموم هنا للمضمر هذا مبني على قولنا انه نفي للحقيقه الشرعيه وهذا الذي رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى واطال على الاستدلال عليه في كتابه العظيم وان كان مفقود اغلب هذا الكتاب وهو كتاب تفسير الفاتحه هذا كتاب يعني تعب فيه ابن رجب واجاد فيه اجاده عظيمه لكنه اغلب هذا الكتاب مفقود او هذا الجزء اغلبه مفقود ولا يوجد الا بعض اجزائه التي خرجت وقد تكلم فيه على عدد من المسائل الحديثية والأصولية ومن هذه المسألة وقد رجح هذا القول ذكرت لكم قبل قليل نعم. ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات ذكره أبو البركات نعم قوله هو مثل المسألة أي مثل المسألة السابقة في نفي الحقائق آه كلا صلاة إلا بطهور آه حديث إنما الأعمال بالنيات فيجري فيها الخلاف السابق هل هي مجملة أو ليست بمجملة وأن جماهير أهل العلم على أنها ليست بمجملة وأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو اللفظ الحديث الآخر لا عمل إلا بنية فإنه بمعنى لأن لا عمل إلا بنية صريح على أنه نفي للحقيقة وأما لفظ إنما الأعمال بالنيات فإنه فإنه حصر مفهومه أنه لا يصح عمل إلا بنية المصنف أتى بلفظ إنما الأعمال بالنيات للدلالة على أن المفهوم يأخذ حكم المنطوق في نفي الحقائق هذا مراده قال ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات فيجري فيها الخلاف السابق كما سبق فلا يكون مجملا والمضمر هل هو الصحة أم العموم أم الحقيقة قال ذكره أبو البركات يعني أبو البركات المجد بن تيمية وكذا ذكره غير واحد قبل ابن البركات كأبي الخطاب وابن عقيل وبعده أيضا ابن قاضي الجبل وابن قاضي الجبل في كتاب أصول الفقه في الغالب انه ياخذ المسوده ويعيد سبكها مره اخرى. نعم. مساله رفع اجزاء الفعل نص فلا يصرف الى عدم الاجزاء الندب الا بدليل ذكره غير واحد. نعم هذه المساله متعلقه بصيغه عدم اجزاء الفعل. اذا جاء من الشرع ان هذا الفعل غير مجزئ فهل يد... فهل تكون نص هل تكون مجمله ام لا؟ يقول المصنف انها تكون نصا فليست من الاجمال في شيء مطلقا فحيث قال الشارع إن هذا الفعل ليس بمجزئ فإنه يكون نصا في عدم القبول يقول المصنف رفع الإجزاء رفع إجزاء الفعل يعني إذا ورد نص من الشارع فيه نفي لإجزاء ذلك الفعل إذا وجد فيه وصف معين كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أحاديث كثيرة لا يجزئ كذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لبردة آآ في حديث الحديث البراء ولا تجزئ احدا بعدك ولا تجزئ احدا بعدك وهكذا قال المصنف نص اي انها نص على ان من فعل ذلك الفعل بتلك الصفه فانه ليس ممتثرا للامر وبناء على ذلك فانها لا تكون مجزئه له ويلزمه قضاؤها ان كانت واجبه ولا ثواب عليه قال فلا يصرف الى عدم اجزاء الندب الا بدليل الا ان يدل دليل على نقل ذلك فانه ينقل اليه قال نص عليه غير واحد منهم الشيخ تقي الدين وابن مفلح وذكر الشيخ تقي الدين ان هذا مقتضى قول اصحاب احمد رحمهم الله تعالى من تطبيقات ذلك ما ذكرت لك قبل قليل في في حديث البراء مع خاله بن نيار شو اسمه اول برده أسمه الاول برد بن نيار او برده بن نيار رضي الله عنه ان فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تجزئ احدا بعدك يعني الجذعة وبناء عليه أخذوا منه أنه يجب أن يكون الغنم ضأنا ولا يجزئ غيره من أمثلة ذلك أنه قد جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب أخذ منها فقهاؤنا أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة فلا بد من قراءتها في الجملة لكن يتحملها الإمام عن المأمومين هذا من باب التحمل هذه مسألة أخرى فكأن الامام فكأن قرأها اذا قرأها الامام بحديث جابر انما جعل من كان له امام فقراءه الامام له قراءه فهذه من باب القراءه الحكميه وهكذا من الامثله وهي كثيره جدا نعم مسأله نفي قبول الفعل ايضا في حديث ذكرت الان حديث ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاه من لا يقيم صلبه هذه من اقوى الادله على اصحاب ابي حنيفه على وجوب الطمأنينه في الصلاه فإن إقامة الصلب المراد بها الطمأنينة نعم نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة ذكره ابن عقيل نعم هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة وهي مسألة نفي القبول مثل أن يأتي النبي يعني صلى عليه وسلم فيه لا يقبل الله كذا وكذا هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي مسألة هل القبول والصحة متلازمان أم لا فهل كل مقبول صحيح وكل صحيح مقبول أم لا فيها قولا القول الأول أن القبول والصحة متلازما وبناء عليه فإذا وجد أحدهما وجد الآخر وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر وهذا القول هو الذي جزم به المؤلف هنا كما يظهر من كلامه وهو الذي جزم به أيضا ابن عقيل وابن مفلح وقدمه المرداوي قال المرداوي في شرحه وقدمت هذا القول بهذا اللفظ قال وقدمته القول الثاني انه لا تلازم بين الصحه وبين الاجزاء وبناء على ذلك فتكون الصحه اعم من من الاجزاء فكل مجزء صحيح فكل مجزء آه فتك فتكون الصحه نعم اعم عفوا قلت اعم من القبول نعم احسنت فتكون الصحه اعم من القبول نعم احسنت فتكون الصحه اعم من, نعم من القبول والقبول اخص فكل صحة فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبول وليس كل صحيح مقبول وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة وهذا القول نقله أي هذا القول الثاني نقله ابن عقيل عن أشخاص ولم يسمهم ورد عليهم لكن هذا هو ظاهر ما رجحه ابن رجب في فتح الباري في شرحه البخاري من استقراء النصوص الشرعيه. وهنا قول ثالث في المساله وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى وهو ان القبول يفصل فيه. فان كان نفي القبول لفوات ركن او شرط في العباده فانه يقتضي عدم الصحه. وان كان نفي نفي القبول لاجل مقارنه امر محرم فانه في هذه الحاله لا يقتضي نفي الصحه والسبب في هذا الخلاف كله انه قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث فيها نفي قبول وعدم صحه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا ووردت احاديث اخرى فيها نفي القبول وهي صحيحه مثل لا يقبل الله صلاه الابق ولا يقبل الله عز وجل صلاه لا يقبل صلاة من اتى كاهنا او عرافا ولا يقبل الله عز وجل صلاة او صلاة شارب الخمر أربعين ليلة وقد صحح احمد هذا الحديث حديث ابن عمر في عدم القبول فيما نقلها ابن مفلح ولذلك اراد ان يتوسط ابن القيم بينهما بين القولين فقال انه اذا كان النهي او او الامر نفي القبول راجع لفوات ركن او شرط فانه يقتضي عدم الصحة، فيستدل به على عدم صحة الفعل. من تطبيقات هذه المسألة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا". هذا دليل على أنه لا يقبل في العبادات المالية أو ما يكون فيه المال جزءا لا يقبل من تلك العبادات إلا ما كان من كسب حلال وطيب. وبناء على ذلك فإن من حج من مال حرام فهل يكون عمله مقبولا أم لا؟ هذا فيه قولان لأهل العلم وهما روايتان في مذهب أحمد ذكر الروايتين ابن رجب في شرح الأربعين من تطبيقات هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو نفى القبول عن صلاة الآبق فقال لا يقبل الله صلاة الآبق الحي في مسلم وقد جاء أنه تقبل صلاة الفريضة منه لأنها واجبة تقبل عفوا انها تصح انها تصح صلاة الفريضة منه لأنها واجبة عليه ولذلك في المذهب طريقتان طريقة قالوا ان نفي القبول يدل على نفي الصحة وبناء على ذلك فقالوا كل صلاة يصليها الآبق لا تقبل اذا كانت نافلة فيكون هذا الحديث مخصوصا بالفريضة ومنهم من قال إنها النافلة تكون صحيحة وإن كان آبقا والمذهب الأول كما نص عليه في المنتهى نعم هناك أيضا أمثلة كثيرة تتعلق بهذه القاعدة لأن أمثلتها كثيرة نعم نعم مسألة لا إجمال في نحو والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما عند الأكثر نعم هذا أيضا تتعلق بالإجمال في حد المقدر وقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم يبين الله عز وجل محل القطع فإن اليد تقصدق على الكف وحدها وعلى الكف مع الذراع وعلى الكف مع الذراع مع العضد فلما ترددت هذه المعاني الثلاث ظن بعض أهل العلم أنها من باب المجمل فقالوا إنها مجمل فلم يستدلوا بها وبحثوا عن دليل خارجي وهذا القول ذكر المصنف أن أكثر أهل العلم على خلافه وأنها ليست من باب المجمل وإنما هو من باب الإطلاق وأنه ينظر إلى مقيد والمقيد ينظر إما للغة فننظر إلى أقل ما يصدق عليه كما استدل بعضهم وهو القطع إلى الرسغ ومنهم من استدل بأمر آخر إذا اتفق الحكم فيه أو يعني في مسألة سبق الإشارة إليها قبل قليل نعم مسألة لا إجمال في وأحل الله البيع وحرم الربا عند الأكثر نعم هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي أوردها العلماء كثيرا وهي قول الله عز وجل: واحل الله البيع وحرم الربا. وقبل ان ابدا في كلام المصنف النسخ اختلفت للمختصر. هل الاجمال في قول الله عز وجل: واحل الله البيع فقط ام في واحل الله البيع وحرم الربا. وذكر الطوفي ان كثيرا من الاصوليين يقولون ان الاجمال وارد على البيع وعلى الربا معا. وصحح هو ان الاجمال انما هو خاص بالجزء الأول من الآية وهي قول الله عز وجل وأحل الله البيع وأن وحرم الربا ليست داخلة في ذلك وقال هذا هو الأصح وإن كان كثير من الأصوليين يقولون بخلافه كما ذكر ولذلك فإن النسخ قد اختلفت فبعضها اقتصر المصنف فيها على وأحل الله البيع وبعضها وأحل الله البيع وحرم الربا وممن اقتصر على الجزء الأول ابن قدامة في الروضة كما بين ذلك الطوفي نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا اجمال في: واحل الله البيع وحرم الربا. هذه الايه عندما نقول انه لا اجمال فيها فانه في هذه الحال تكون لفظه عامه. واما الذين يقولون انها مجمله فيقولون ان قول الله عز وجل: واحل الله البيع تشمل كل المبايعات. وقد تكون تلك المبايعات محرمه اذ من صور البيع الربا. ظاهرا لأن المشركين قالوا إنما البيع مثل الربا فلما ظنوا أن الربا مثل البيع فكيف نقول إن أحل الله البيع عامة بل هي مجملة وأما الأكثر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي جزم به أكثر أصحاب أحمد على أنها ليست مجملة بل يصح الاستدلال بها ثمرة الخلاف في هذه المسألة أنه إذا جاءنا بيع من البيوعات المختلف فيها فهل يصح للفقيه أن يستدل بقول الله عز وجل وأحل الله البيع أم لا فلو أنه قيل مثلا إن بيع هذا الذي يذكرونه في كتب الفقه وغيرها بيع لبن الآدميات هل هو جائز أم لا نقول لم يرد النص به لكن وردنا ورد في كتاب الله عز وجل وأحل الله البيع فهل يصح الاستدلال بهذه الآية أم نقول إنه لا يستدل بهذه الآية وإنما نبحث عن دليل آخر مثل استصحاب الإباحة فنقول يستدل باستصحاب الاباحه هذه هي ثمرة الخلاف والصواب كما ذكر المصنف انه يصح الاستدلال بها لان الايه عامه وليست بمجمله فيصح الاستدلال بها وهذه من الثمرات المهمه ايضا يمكن اذا قلنا بان الجزء الثاني مجمل او على الخلاف فيه وهي قول الله عز وجل وحرم الربا هل يصح الاستدلال بهذه الايه الثانيه ويحرم حرم الربا على تحريم ربا النساء وربا الفضل وربا الديون بل عند بعض أهل العلم وربا الحطيطة وهو قول الشافعية فإن الشافعية يزيدون ربا رابعا وهو ربا الحطيطة وهو المسألة تسمى عند أهل العلم عجل وأضع فهل يكون ذلك دليلا عليها أم لا الحكم قد يثبت بها بغيرها لكن هل يصح الاستدلال بها أم لا نعم قال المصنف خلافا للحلواني من أصحاب أحمد فإنه يقول إنه لا يصح وهذا القول قال به أيضا القاضي أبي أبو يعلى في أول كتابه كتاب العدة قال إنه مجمل ثم بعد ذلك يعني كأنه خالف ذلك بعد ذلك قال وقال به بعض الشافعية وهذا القول الذي قال به بعض الشافعية يعني نسب إلى الشافعي نفسه ونسب إلى بعض أصحابه مسألة اللفظ لمعنى تاره ولمعنيين أخرى ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا وقال الغزالي وجماعة وقال الآميدي ظاهر في المعنيين هذه المسألة صورتها فيما إذا ورد في الشرع لفظ وهذا اللفظ يستعمل استعمالين مرة يستعمل لمعنى واحد ومرة يستعمل لمعنيين مثال ذلك حتى يتضح به المقال قالوا إن, إن, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح فلفظة النكاح في الشرع وردت باستعمالين فتارة تستعمل لمعنيين وهو العقد والوطء اللي هو الجماع وتارة تستعمل على معنى واحد فقط وهو الوطء إذن يستعمل استعمالين هذه هي المسألة معنا يقول اللفظ لمعنى تاره ولمعنىين تاره ولا ظهور اي ولا ظهور لاحد الاستعمالين، لم يظهر لنا دليل يدل على انه اراد استعمالها لمعنى واحد او اراد استعمالها لمعنيين. قال مجمل اي انه يكون مجمل فلا يعمل بهذا الحديث. قال في ظاهر قول اصحابنا. هذا الكلام الذي قال تبع فيه ابن مفلح فقد قال قاله ابن مفلح وكذا تبعهم ايضا المرداوي انه ظاهر قول اصحاب احمد. قال وقاله الغزالي وجماعة ومنهم ابن الحاجب صاحب المختصر فقد قال إنه مجمل قال وقال الآمدي ظاهر في المعنيين يعني أنه يصار إليه يرجع في المعنيين لأن فيه استعمالا للمعنيين الأكثر فحينئذ يعمل به وهذه المسألة التي ذكرها المصنف في الحقيقة قيل إن لها استثناء عندما قالوا إنه مجمل قالوا إن لها استثناء يعني لما ذكر المصنف أنها مجمل قالوا يستثنى من ذلك مسألة وهو إذا كان المعنى في الاستعمال الأول هو أحد المعنيين في الاستعمال الثاني مثل المثال ذكرت لكم قبل قليل فالمعنى في الاستعمال الأول الوحيد هو الوطء وفي الاستعمالين الوطء والنكاح فهو أحد الاستعمالين فإذا كان المعنى في الاستعمال الأول هو أحد المعنيين في الاستعمال الثاني فإنه في هذه الحالة نقول هو ليس بمجمل في هذا الاستعمال، بل يجب حمله على هذا الاستعمال وما زاد عليه فيكون مجملا. فيكون مجملا. وهذا الاستثناء نبه عليه ابن السبكي وقد ذكر المحلي في شرحه على جمع الجوامع ان هذا هو ظاهر كلام جميع الذين قالوا بانه مجمل، فيكون هو ظاهر كلام يعني اصحاب احمد وغيرهم. وبهذه الحاله ينحل الاشكال. ما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي كالطواف لبيت الصلاة يحتمل كالصلاة حكما ويحتمل أنه صلاة اللغة للدعاء فيه لا إجمال فيه عند الأكثر خلافا للغزالي هذه المسألة قال المصنف فيها ما له محمل لغة يعني أن له حق يعني دلالة في اللغة ويمكن حمله على معنى شرعي قوله يمكن حمله على معنى شرعي، على حكم شرعي يعني يمكن ان يحمل على دلاله شرعيه. قال كقوله اي كقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاه. يعني انه اذا وردنا لفظ في استعمال الشرع في نص شرعي معين وهذا اللفظ له استعمالان. تاره يستعمله الشرع بالمحمل اللغوي. وتارة يستعمله الشرع بالمحمل الشرعي، فاستعمال الشرع يحمله على المعنيين معا، تارة كذا وتارة كذا. فهل يكون مجملا ام لا؟ حيث لم يتبين لنا طبعا ظهور لاحد المحملين. يقول الشيخ كالطواف بالبيت صلاة، يعني ان كلمة الطواف بالبيت صلاة كلمة صلاة تحتمل معنيين، محمل لغوي وهو الدعاء، ومحمل شرعي وهو الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قال يحتمل كالصلاة حكما وبناء عليه فيلزم فيها الطهارة والسترة أي ستر العورة وهكذا قال ويحتمل أنه صلاة لغة لأن لما فيه من الدعاء قال للدعاء فيه قال لا إجمال فيه أي لا يكون مجملا فإذا لم يكن مجملا فإنه يحمل على المعنى اللغة الشرعي لأن المعنى الشرعي هو الأغلب في استخدام الشارع قال عند الأكثر أي عند أكثر العلماء وهو المجزوم به عند جميع اصحاب احمد. قال خلافا للغزالي فان الغزالي يرى انه مجمل وهذا القول الغزالي في الحقيقه يعني ضعيف جدا، يقول الغزالي في المستصفى اذا امكن حمل لفظ الشارع على ما يفيد معنيين وحمله على ما يفيد وحمله على ما يفيد معنى واحد فهو مجمل وهذا فيه نظر. نعم. مساله ما له حقيقه لغه وشرعا كالصلاه غير مجمل. هو للشرعي عند صاحب التمهيد والروضة وغيرهما ونص إمامنا مجمل وقاله الحلواني نعم هذه المسألة المسألة الأخيرة معنا اليوم وهي مسألة إذا دار الاسم بين معنيين لغوي وشرعي وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى وهي مسألة هل يجوز أن يراد بالمعنى المشترك جميع معانيه أم لا الفرق بين هذه المسألة والمسألة قبلها أن المسألة قبلها نعلم أن اللفظ مراد به أحد المعنيين ولكننا لم يتبين لنا أي المعنيين مراد فالجمهور يقولون يحمل على المعنى الشرعي دون اللغوي أما في هذه المسألة فهو أن اللفظ هل يراد به المعنيان معا أم لا اللغوي والشرعي أم معا أم لا؟ وهذه هي المسألة. يقول المصنف ما له حقيقة لغة وشرعة يعني أن له حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. قال كالصلاة ومثلها أيضا سائر سائر المنقولات الشرعية كالزكاة والصوم والحج. قال غير مجمل، يعني أنه ليس مجملا وبناء عليه فإذا ورد في نص شرعي وكان له محملان فانه في هذه الحاله نحمله على الشرعي ان ورد الدليل به او نحمله عليهما معا ثم قال المصنف هو للشرعي عند صاحب التمهيد لان صاحب التمهيد اصلا يرى ان الحقائق واحده فلا يمكن ان تجتمع حقيقه شرعيه وحقيقه لغويه فلا يجتمع على المعنيين معا فيكون دائما للحقيقة الشرعية فقط دون الحقيقة اللغوية وهذا معنى قوله هو للشرعي عند صاحب التمهيد وقد صرح به أبو الخطاب فقال وما ورد ما حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقال شيخنا يعني به القاضي هو مجمل ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية لأن الآية غير مجملة قال وقاله صاحب الروضة يعني, يعني به أبو محمد الموفق وغيرهما أي أيوة وغيره من الأصحاب نسب هذا القول المرداوي للموفق بن قدامة ولابن أبي عمر ولابن المنجى في الممتع وللطوفي وأما القاضي أبو يعلى فإنه تارة يجزم بأنه ليس بمجمل وتارة يجزم بأنه مجمل ثم قال المصنف ونص إمامنا أي نص الإمام أحمد مجمل أي أنه مجمل أخذ ذلك من قول أحمد في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال قوله أقيم الصلاة الرسول دال على إقامتها أن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة والظهر أربع والعصر أربع وقوله آت الزكاة هل فسر ذلك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من بعده قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا أنه يكون مجملا أي لا يعمل به إلا بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم به إذا في المسألة أصبح فيها قولان، القول الأول أنه ليس بمجمل، والقول الثاني أنه مجمل. توسط بين هذين القولين الشيخ تقي الدين وهو قوله الأقرب والأجود. فقال الشيخ تقي الدين أنه يفصل. فنقول إن كان اللفظ الشرعي قد ورد قبل بيان الحقيقة الشرعية فإنه يكون مجملا. فحينئذ لا يعمل به حتى يرد النص المبين. وأما إن ورد اللفظ المجمل الذي يحتمل الدلالة اللغوية والشرعية قبل التبي بعد التبيين فإنه يكون غير مجمل ويحمل على الشرع. وهذا الكلام في الحقيقة يعني رفع الخلاف في هذه المسألة تماما. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بدرسنا اليوم وقد أطلت عليكم اليوم بعض الشيء فاعذروني لكن آه سيكون هذا هو الدرس الأخير قبل الاختبارات إن شاء الله لأن الأسبوع القادم الإخوة عندهم اختبارات منقول والجامعة المفتوحة عندهم اختبار الأسبوع القادم وبعض الإخوان في الجامعة المفتوحة فنقف عند هذا الحد نكمل إن شاء الله عز وجل أول أسبوع بعد الدراسة يعني أول أسبوع تبدأ به الدراسة يوم الأحد نبدأ مباشرة يوم الاثنين بإذن الله عز وجل أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آه هنا يعني يعني يسأل الأخ عن بعض المسائل يقول مسألة الأولى ما حكم اشتراط المرأة عند العقد أن يكون الطلاق بيدها هذه مسألة مشهورة جدا عند أهل العلم وهي مسألة أو تبني مبنية على مسألتين المسألة الأولى أنه هل يجوز للرجل أن يوكل المرأة أو أن يفوضها في الطلاق أم لا. ويفرقون بين التوكيل والتفويض أن التوكيل يكون بطلقة واحدة والتفويض يكون بثلاث. يعني تفوض بالواحدة وما زاد عن الواحدة. فالفقهاء يقولون أنه يصح للمرأة أن توكل في الطلاق مع أنه لا يصح منها ابتداؤه. إذ الطلاق أصلا بيد الرجل وليس بيد المرأة. وبناء على ذلك فلما قلنا أنه يصح توكيلها بالطلاق فهل يصح اشتراط هذا الشرط عند العقد ام لا؟ نقول ان هذا الاشتراط يكون موافقه الزوج عليه كما لو كان عند ابتدائه فلو لم تشترط المراه فقالت فلم تشترط هذا النكاح لكن قال الزوج ولك ان تطلقي نفسك او وكلتك في طلاق نفسك او فوضتك في طلاق نفسك او امرك بيدك فانه يصح فلما صح بعد العقد فانه اذا قبله الزوج فانه يكون صحيحا لكن انتبه هنا القاعده عند اهل العلم ان عقود التوكيل عقود جائزه وبناء على كونها عقودا جائزه فانه يجوز الرجوع فيه فلو قال بعدما قال هذه الكلمه رجعت في ذلك تكون يعني رجع يعني يعني سقط حقها في تطليق نفسها آه هنا مسألة ثانية وهي قضية أن الشروط المشترطة في عقد النكاح يقسمونها ثلاثة أنواع شروط تخالف مقتضى العقد فتبطله وشروط لا تخالف مقتضى العقد يقولون أن المتعة والشغار والمتعة والشغار والتعليق وتعليق النكاح المتعة والشغار والتعليق هذه والتحليل الرابع أنا ذكرت الرابع الآن والتحليل هذه تخالف مقتضى العقد فتبطله. تخالف حقيقة العقد فتبطله. النوع الثاني الشروط التي تخالف مقتضى العقد. قالوا فتصح لكنها ليست بلازمة. تفسد وحدها ولا تكون لازمة. النوع الثالث الشروط التي لا تخالف الحقيقة ولا المقتضى ولاحد الزوجين مصلحة. فهذه قالوا تصح وتكون لازمة. وقد اختلفوا في بعض الشروط هل هي داخله ام لا، على سبيل المثال لو ان امرأة اشترطت على زوجها ان يطلق ضرتها فالمذهب صحيح، جعلوه من النوع الثالث. قالوا لان لا يخ... لان هذا العقد لا يخالف مقتضى العقد، عفوا لان هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد. فهو خارج عن العقد فيصح. وبناء عليه فان لم يطلق ضرتها فانه لها الحق ان تفسخ عقد النكاح. والرواية الثانية مذهب أحمد وهو ظاهر الحديث أن الشرط باطل للنهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تطلب المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها وعندنا قاعدة كل شرط منهي عنه فإنه يخالف حقيقة العقد فيمنع من حين ذاك يعني مثل لو أن رجلا تزوج امرأة واشترطت عليه أن لا طلاق بيننا نقول الشرط باطل والعقد صحيح إن شاء وقت ما شاء أن يطلقها وهكذا يقول أخونا إن اعترفت الملاعنة بالزنا بعد تمام اللعان من الطرفين فهل تحد حد الزنا فقد نصوا على أن المناعنة إذا أكذب نفسه يحد حد القذف ولم يتعرضوا للملاعنة أو الملاعنة يصح اسم فاعل واسم مفعول بعد تمام اللعان لا صرحوا بذلك جزما أنها تحد قد ذكروا في حد الزنا أو في نعم في باب الزنا هناك في الحدود أن مما يثبت به أن تقر على نفسها ثم قالوا ولا يثبت بالنكول فلو أقرت على نفسها فهو من الإقرار لا أصرح به صراحة يعني تصريحا بينا أخونا يقول في بعض البلدان العربية القريبة يعتمد أهلها على الحوالات الخارجية فيحتاجون إلى الصرف وغالب الصرف للدولار وغيره عن طريق الواتس أب الجماعي وغيره عن طريق الواتس أب الجماعي لأن السعر في هذه المناطق كثير التقلب من ساعة لأخرى بل من دقيقة لأخرى ثم يرسل السعر على أحدهم ثم يرسل السعر على أحدهم فيذهب إلى الذي عنده الدولار للتقابض على السعر الذي اتفقا عليه وربما يكون سعر الدولار قد تغير من كذا إلى كذا فما الحكم؟ نعم هذه المسألة يعني من المسائل المشكلة حقيقة فقه وهذه تنبني على مسألة أو على مسألتين المسألة الأولى في قضية التقابض الحكمي مجمع الفقه لما أراد أن يخرج من هذه الإشكال قال إن قبض السند من البنك باعتبار البنك يعتبر تقابضا حكميا لو كان الوسيط بنكا والبنك قال حولت لك إلى بلدك بسعر كذا فصدر قرار مجمع الفقه أن السند الصادر من البنك بمثابة القبض الحكمي طيب إن كانت التحويل عن غير طريق البنك مثل سؤال أخينا فإنه يحول عن طريق أفراد فهل هذا التقابض اللفظي في العقد عن طريق الواتساب يكون كالسند إن قلت نعم فعليه اعتراض وإن قلت لا فما الفرق بينه وبين البنك ألكونه بنكا جعلت له هذا الحكم فالمسألة مشكلة ولذلك فإنه لو قيل بأن هذا جائز مطلقا بناء على قول حكي حكاه بعض المشايخ على مذهب أحمد أن هذه من العروض والعروض لا يلزم فيها التقابض فحينئذ يجوز ونحل الإشكال وهذه من من الفوائد المبنيه على هذه المسأله والأقرب إن شاء الله يعني على ما رجحه بعض مشايخنا مثل الشيخ علي الهندي مدرس في الحرم أنه يكون جائزا على العله ذكرت لكم وقد شرحتها في باب الربا كنت تتذكرون في درس الزاد تكلمت عن قضية الأوراق النقديه الآن هل تلحقها فيها الثمانيه أم لا هل أحسن أو الأنفع للطالب إعاده الكتاب الذي قرأه الفقه الذي قرأه أم ينتقل لكتاب آخر نقول كتب شوف دائما اجعل لك كتابين كتاب تعيد النظر فيه دائما هذا عشان تستظهر المسائل وموضعها وهذا يكون معك دائما. النوع الثاني كتب لابد ان تقراها بين فينه واخرى لكي اذا قرات المعلومه باكثر من اسلوب تثبت المعلومه في ذهنك اكثر وقد تنتبه لقيود اغفلها الاول وقد يكون فيه فوائد لم يذكرها كذلك الاول كما ان بعض الكتب قد تحتاج ان تقراها مرتين أو ثلاثا بعد طول مدة ليس لمجرد الاستذكار فقط بل لأن فهمك سيتغير فالمرء كلما يعني قرأ كتابا وقد طال به الأمد يفهم أشياء لم يكن قد فهمها فهمها قبل وأذكر أحد المشايخ وأذكرت هذه القصة قبل من كبار المشايخ كان يقول هذه المسألة في الروض مشكلة علي من حين كنت طالبا في المعهد العلمي وقد كان طالبا في المعهد العلمي في السبعينات الهجرية ولم تنحل له إلا في أوائل العشنات الهجرية يعني بعد قريب من خمسين سنة أو أقل بقليل وذلك أحيانا قد تدور المسألة فلا يجد الإشكال فيها إلا بعد مدة أخونا يقول ما الفرق بين المكروه وخلاف الأولى أو يقال تأدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هناك فرق لا هناك فرق المكروه مشروع لك تركه مطلقا ولا تفعله أبدا وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه أما خلاف الأولى فإنه يجوز لك الفعل وتركه ولكن يستحب لك الترك أحيانا لا دائما فخلاف الأولى يكون أخف بكثير من المكروه وقد فصلتها بتفصيل أكثر هناك عندما تكلمنا عن أحكام التكريفية والمكروه ما أفضل ما يحفظ القواعد الفقهية بحيث يجعله طالب العلم أصلا له ما أظن أن القواعد الفقهية فيها متن لأن القواعد الفقهية غير محصورة يعني هي من أكثر العلوم الفقهية التي لا تكون محصورة مثل الفروق ليست محصورة فهي لا متناهية بل يقولون يمكن توليد قواعد لم يكن قد سبق بعضها قد تكون قواعد طردية بلا مناسبة وقد تكون بعضها مناسبة ولذلك مر معنا أنه انعقد الإجماع إلا خلافا نقل عن ابن حزم أنه يجوز توليد الأدلة ومن الأدلة المناطات وهي القواعد الكلية اللي هو دليل الاستقراء يسمى دليل الاستقراء فتستقرأ المسائل ثم تخرج مناطا وهو من أضعف الأدلة وذلك قال ابن عقيل سيأتينا إن شاء الله وهل الاستقراء دليل أم لا وهل يعني يسمى دليل أم لا فيها, مسألة فيها نظر من جهتين على العموم آه القواعد صعب أن تجدك فيها كتابا لكن أنفع ما تجده في القواعد أن تقرأ كتب الفقه المعنية بالتعليل كتب الفقه المعنية بالتعليل إذا قرأتها قراءة متمحص تفهم القواعد وتعرف القواعد وفي ظني أن من أحسن الكتب التي عنيت بالقواعد في مذهب أحمد عدد من الكتب منها شرح الزركشي على الخراقي هذا الكتاب كتاب ملئ قواعد فقهية وقواعد أصولية وفوائد حديثية مليء يعني مليء بهذه الأمور الثلاثة وهذا الكتاب يدل على علم هذا الرجل وحسن فهم عليه رحمة الله الثاني كتاب الكافي للموفق ابن قدامة فإن فيه كثير من القواعد التي قد يكون بث أغلبها في المغني لكن الكافي مليء به كذلك الممتع لابن المنجى هذا ملئ بالقواعد ممن عني بالقواعد لكن كلام مبثوث وكلامه يعني ومؤلفاته كثيرة ومهما استخرج من قواعده فلم يستخرج كل ما ذكره الشيخ تقي الدين وقد أثنى الطوفي على قواعد الشيخ تقي الدين بن تيمية وقال إنهم من أفهم الناس أو نحو ما قال ذكر في شرح الروضة لقواعد أحمد وأصوله السؤال الأخير أو قبل الأخير رجل اشترى جوالين بالأجل من شركة نص في العقد على أن المبلغ الإجمالي 48 ألف واشترط من ضمن الشروط أن المشتري إذا سدد في الأقساط المحددة لوقتها أصبح المبلغ 15 وهي القيمة المعروفة للجوالين مع زيادة لأجل فهل هذا العقد حيل على الربا وهل هذا العقد باطل نعم هذا عقد باطل هذا عقد ربا ما يجوز هذا عقد ربا ما يجوز وهذه يتحيل بها بعض الناس وخاصة بعض البنوك يقولون إنها من باب عجل وأضع على القول بجوازها والذين قالوا بأن عجل وأضع تجوز اشترطوا شرطا مهما أن لا يكون مشترطا في العقد فحيث قلت إن عجل وأضع مشروطة في العقد فالعقد باطل لأنه يصير ربا حيلة الربا ولذلك سماه الشافعية ربا الحطيطة لأنهم يرون أنهم يتفقون بدل ما أقول يعني بدل ما يقول بخمسة عشر والشهر القادم يكون بثلاثين يقول إن سلمتني الشهر الثاني ثلاثين وإن قدمت فخمسة عشر ولذلك عدوه نوعا مستقلا من الربا وأما الذين يجيزونه أي عجل وأضع فإنهم يقولون يجوز لكن بشرط وهذا الشرط حكي الإجماع عليه أظن حكاه ابن المنذر ألا يكون شرط التعجيل والوضع متفقا عليه في العقد وبناء ذلك في العقد باطل وهذه المعاملة ربوية بل هو من ربا الجاهلية الصريح أخونا يقول ما الفرق بين المطلق المحمول على المقيد وبين العموم المخصص أو بين المخصص للعموم نعم مثل ما سبق معنا أن العموم يكون في الأفراد والتقييد يكون للأوصاف فإذا قيدت الأوصاف فيكون تقييدا وإذا قيد الأفراد فيسمى تخصيصا. الفقهاء كثيرا ما يتجوزون في المصطلح فيسمون فيسمون التقييد تخصيصا ويسمون العموم إطلاقا والعكس. ولذلك عندهم قاعدة أن كل ما ثبت مخصصا لعموم، ذكروا في الأصول نسيت أن أذكرها كل ما ثبت مخصصا لعموم فإنه يكون مقيدا للإطلاق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد